السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في هاد لا فيديو ان شاء الله. وتحت الطلب ديالكم كنتو كتقولوا لي دائما الوقت اللي قربات شي عطله علمينا بها باش هاكا نوليو نديرو بروغرام ديال المراجعه ان شاء الله. سواء العطله تكون قصيره سواء تكون طويله، المهم دائما بروفيتيو من العطل اللي عندنا. الناس اللي متبوعه بامتحانات جهويه وامتحانات وطنيه ما كايناش شي حاجه سميتها الراحه. العطلة الماجية إن شاء الله هي رقم 5 كيف كتشوفوا، هي ديال الفاتح يناير، غنجلسوا نهار واحد فقط. والعطلة الثانية اللي هي صراحة زوينة فيها نهار، ما غتولي عندنا بحال إلى يومين، هي العطلة ديال ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال. بحال غنجلسوا الحد، غنكونوا جالسين ديجا نهار الحد 10 شهر واحد، واثنين ما غاديش ندخلوا نقراو. علاش؟ حيت كاين ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، بحال غتولي عندنا يومين في بلاصة نهار واحد. هذا هو الخبر اللي بغيت نقول لكم بالنسبة لهاد العطلة، العطل هادو بجوج. إلا بغيتو ندير لكم بروغرام ديال العطلة الأولى اللي فيها نهار واحد ديال الفاتح يناير، ومن بعد نديرو بروغرام ديال المراجعة في العطلة ديال ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال. يعني العطل بجوج ما نضيعوهمش، نراجعو فيهم شي حاجة، يا إما نديرو بخوديكسيون إكخيت، يا إما نبداو غومون جديدة، يا إما نراجعو شي حاجة. المهم خليو لي الاقتراحات ديالكم في لي كومونتيغ. إلى اللقاء، إلى فيديو مقبل إن شاء الله، وإلى معلومة جديدة.